بداية الشكر جزيل للمنظمين على هذا التاريخ. أتمنى يكون لقاء إن شاء الله قادم ومثالية تساعدني في المجتمع العربي أن نصدر رؤية قوية تمشينا قدام. طبعاً هذا الكلام اليوم الأول، وأمل أن الكلمة الأخيرة ما تكون ثقيلة، لكن راح تكون على إعجاب بإذن الله. كان ودي أكون متواجد، لكن بعض الزمن الأكاديمية أخرتني عن هذا الشيء. أنا أسامة خالد، كلمكم من الرياض، وضمن كلمة كيبيديا 2007. هذا السطر، وإذا أحسنني بعضي أبرمج. أشار واحدة من الروبوتات في الكتابة العربية اسمها أوكي بوت، لها حاليا 650,000 تعديل في مختلف مشاريع المؤسسة. تتراوح بين شغلات مكافحة التخريب، بين إحصاء، بين تثبيت إملائي، إلا راح يكون كلام عنها اليوم. طبعا كلامنا اليوم راح يكون عن أربع محاور أساسية. راح نتكلم عن لماذا نكون مهتمين بهذا الموضوع. الشيء الثاني الماضي في تثبيت الإملائي في العربية وحاضر. وفي الحاضر راح نتكلم شوية من ناحية إسلامية. لكن إن شاء الله ما ننتهي رأيكم مواجهتنا. أهم شيء نتكلم عن المستقبل. طبعاً واحدة من التساؤلات الأساسية هي ليش لازم نكون مهتمين بفكرة الإملائي الآلي؟ واحدة من التساؤلات الأزلية بالنسبة للكتابة العربية كانت دائماً محاولة زيادة الآلة المستخدمين المشيكي. تقريباً لو شفت الرسمة اللي عندنا من 2009 وعدد المساهمين النشطين اللي يمسون أكثر من 100 تعديل في الشهر ثابت. الحقيقة بالعكس، بعض الشهور كان العدد هذا يقل. لا، إذا ودنا نصل أكثر تحديداً في فترة من فبراير 2014 لفبراير 2015 كان معدل المساهمين النشطين في العربية 96 محرك كل شهر فقط. أن داخل مؤسسة في جينيا هذا الرسمة لها اسم يسمونها The Offshore Chart. أن تعلمنا كيفاش الموضوع متأزم شوي ولازم نهتم فيه. طبعاً عدد 96 محرك عدد مرة متواضع. إذا عندنا 350,000 مقال في العربية وعندنا بس 90 محرك، معناها أن كل محرك مسؤول عن 3,646 مقالة. مسؤول عن تحديثها، مسؤول عن توسيعها، مسؤول عن مراجعة التعديلات التي تسير عليها، مسؤول عن تثبيتها الإملائية. فمن هنا أنا أؤمن أن أي مهمة توفر الأوقات على المساهمين في المحل تخلي عملية الإملائي عملية آلية بدل ما تكون عملية يدوية. هذا شيء لازم نساعدك ولازم نشجعك في أي مهمة. الشيء الثاني أن الجودة الإملائية واحدة من الفرص الكبيرة العربية. لو مثلا تابعنا مليار اختيار مقال جديد نلاحظ أن أول معيار المعيار الأول قلت أن تكون نص واضح صحيح للتعامل الواحد. فالإجابة هي لازم تحدثنا عن هذا الشيء. طبعاً كيف بدأ فكرة الإملائي؟ في البداية طبعاً وما زال ماشي إلى الآن كان في توثيق اليدوي، بمعنى أني أنا لما أجي أروح لويكيبيديا ولاحظ في مقالة قضية لغوية ممكن احط عليها قالب اعلاها على امل ان يوما ما احد المستخدمين راح يدققها يدويا. طبعا هذا المشروع كان ماشي من 2009 تقريبا، لكن الى اليوم ما في اي محاوله جاده محاوله الرجوع للمقالات هذه وتفكيكها بشكل منتظم. فباختصار هذا القالب ما له اي معنى من يوم ما تاسس. التطبيق الاله الجديده بدا حوالي عام 2007 مع النمكر اللي هو إداري حالياً قبل شهر كثير اللي هو محمد فرج من مصر. جمع أكثر من 500 كلمة اختبار يدوي كلمة كلمة عشان نتأكد أن هذه الكلمة تصحيحها آلية ما راح تسبب في مشاكل. بعدين كان يغني عنها على شكل دفعات في الميدان. هذه مثلاً بعض الأماكن اللي كان يشرح في الميدان 40 كلمة جديدة و 24 كلمة جديدة وهكذا. طبعاً تصحيح المشكلة اللي كان وقتها إن كان جامد ما يراعي تأثير استخدامه. يعني لو تأمل مثلاً هذا الكلمة يقول له 30 كلمة أجمل. لو شفنا البيت الثاني مثلاً اللي قال أحسن في الثالث لما قال أحسن من كلمة رقم قرآني وأجمل من كلمة ثلاثة للثالث. كلمة وأجمل هنا يظهر حرف الواو.
لأن يبقى حرف الواو ما راح يتعرف عليها النظام حق المكتب. طبعاً هم الأجنبي تسمى اللغة العربية تسمى عقد، ممكن تيجي قبلها حرف عقد، ممكن تيجي قبلها أي وحدة من هذه الحروف. وفوق كذا ممكن تيجي قبلها التعريف، وحتى التعريف ممكن يجي قبلها أشياء كثيرة، وتيجي قبلها حرف عقد، ممكن تيجي قبلها التاء والباء والتاء. كل هذه التنوعات ما تنفع عليها نموذج المكتب. طبعاً ومن هنا نجي للحاضر. الحاضر حاولنا معه ان نصحح الخطا هذا من خلال اليتين الاساسيتين، الاولى تعبير المصدريه والثانيه هي البيانات. التعبير المصدريه هذه وسيله اسبانيه تستخدم لوصل الطبقات للنصوص، بمعنى اننا كيف نقدر نعلم الكمبيوتر نقول له ابحث عن كلمه اجمل حتى لو كان يبقى حرف، وحتى لو كانت معرفة بيان. نكتبها بطريقة إلكترونية حتى الكمبيوتر يراعي مختلف الأشياء والتعقيدات، يطلع لنا كود زي هذا. الكود تحديدا راح يقدر يتعرف على كل بشكل مجمل ويصححها بشكل ملم جدا، بشكل يطور من الإمكانات الموجودة. فهذه كانت الخطوة الأولى في محاولة تطوير تطبيق الدايت آي في اللغة العربية، وهذه ساعدت في تعليم تقريبا 10,000 كلمة جديدة بشكل مرن وسلس جدا. طبعا الخطوة الثانية كانت محاولة شرح القواعد الإدارية للكمبيوتر. واحدة مثلا من القواعد الموجودة في اللغة العربية اللي هي الوزن المستفعل اللي مثل استخدم واستعمل واستمر واستشهد، كلها مصطلح تجي همزه قبل، لازم دائما يكون همزه وصل. فالفكره كانت ان الصور تعبير المرضيه تساعد البرامج الاليه انها تكتشف الصيغه الغالبه ما هي الضابطه وتحاول تصحها بشكل عالي. هذه مثلا صيغه التعبير المرضيه اللي راح تقدر نتيجه 10,000 نقطه. طبعا لو كنا نقدر نستخدم هي نفس المشكله حق كلمه اجمل للزوج، انها ممكن يجي قبل حرف وممكن يجي بعد حرف. هنا مثلا بعدها الواو واو الجماعه ممكن يجي قبل حرف او لا. فكل هذه الالتزامات لازم نراعيها. ولاجل ذلك التعابير النمطيه اللي تستخدم حاليا للعربيه تحاول تراعي هذه الشغله. طبعاً هذا التعبير شوية قوي، لكن هذا التعبير يستمر فيه. طبعاً الوصول للكلمة المش حالية يتم من خلال أخذ هذا التعبير الرقمي ومسح قاعدة بيانات الجديدة كاملة بمحاولة البحث عن كل خطأ وافق هذا التعبير النمطي. من خلال ميكانيزم الدمج اللي تتعرض معنا. بعد ما تصحح قاعدة بيانات الكتابة كاملة، راح نحصل قائمة مشغلة هذه القائمة. بدل ما كل الأنماط اللي ممكن نلقاها في التعبير المنظمة. المشكلة طبعا أن تعرض الكلمة هنا فيها الإبداعية، وجاه التعبير المنظمة بشكل خاطئ. اللي يسمونها هي أي فوكس بوزيتيف. فالفكرة كانت في بالي الصيف الماضي ليش ما نحاول ان نخرج مساهمين نخرج الموسوعة بحيث انهم يحاولون يلقون هذه الاخطاء يصححوا منها ويعرفوا يساعدون في مراجعة القوانين الدولية. فاللي سويته بكل بساطة اني كتبت في تويتر قلت للناس بدل ما شخص من الوكيبيديا اي شخص مثلا يقدرون يراجعها. طبعا جت الايميل يمكن كثير من المراسلات اللي من شباب وبنات مهتمين بالفكر الإبداعي. كانت فكرة بكل بساطة أني أرسل لهم قائمة الكلمات اللي توافق التعبير النمطية اللي حددناها سابقا. هذه الكلمات معظمها صحيحة، معظمها المفروض أنها تصحح آليا، لكن بعضها دخلت القائمة بشكل خطأ. مثل لو شفنا هذه القائمة كلمة أستاذ، كلمة أستاذ، كلمة استفان،
ومجموعة كلمات نذكر منها ما صح عليها. طبعا نتج عن هذه القائمة تحديدا 3892 تصحيح كان آلي تماما. طبعا الفكرة كلها فقط أن وقت المراجعة يعني أخذ الشباب والبنات عشان يراجعون القواعد هذه كان جدا جدا محدود. بينما تطبيق هذه التعديلات الآن وفر أوقات كثيرة للشباب المساعدين. طبعا هذا المشروع أيضا فرصة للتعرف على كفاءات حقيقية جدا. هي اسمها بعض المساهمين اللي شاركوا في المشروع الصيف واللي أثبتوا جدارتهم وكمية معرفتهم اللغوية. هذا المشروع بخصوص التعبير النصيحة. بعد كذا نجرب تحليل البيانات. تحليل البيانات قائمة على مشروع بسيطة جدا. أنه تجي الإجابة الأولية من يوم الأسبوع في 2003 فيها كمية محتوى كبيرة جدا. فهل نقدر أن نخلي البرنامج بسم الله يتعلم من الأشياء المكتوبة في الويكيبيديا ولا لا؟ على اعتراف أن الصيغة الأشهر هي الصيغة الصحيحة، ومعقول أيضا أن يعني أنا أتوقع أننا من المغالطة أن نقرأ أن مرة العربية قابلة للغوية. هذه كانت فرضية أكثر. بديت محاولة اختبار الثالث مرفوضة فيها. زي مثل هذه الكلمة عند الكلمة ليلة ممكن تكتب ليلة ساحة ساحة ثانية ثانية مثلا اليد هل لها انتاج كلمة ليلة مستخدمة 5000 مرة بينما كلمة ليلة لها مثلا بس 100 مرة. لكن المشكلة الحقيقية كانت أن هذه الطريقة ما تراعي تعبير اللغة العربية، لأن كلمة ليلو ممكن تكون صحيحة قويا، فصحيحة عليا ما يحصل المساحة كثيرة جدا. لأجل ذلك اشترطنا الرجوع إلى الداخل الكلمات، فصار عندنا مثلا فرشنا مدة أن أكتب 100 كلمة ألا أكثر في 50 تستخدم الليلة وحتى في كلمة تستخدم الليلة كلها. فالفكرة بكل بساطة الآن أن يجي البرنامج صح أي شيء لها وخليه يبدأ الموضوع. طبعا أفضل القاعدة اللي عملنا عليها حاليا أننا نشترط أن اسم الأشهر يكون أكثر 3 أضعاف من اسم الآخر. كنا متشابه مثلا لازم تكون كلمة ليلة أكثر من كلمة ليلة لها أكثر من 3 أضعاف. طبعا بالنموذج هذا رائع جدا تفاوت كبير بينهم. وهذه الفرق اللي قصينا عليها من فعل الأسئلة للنجاحات. نتج عن هذه الفرق هذه البيانات البسيط هذا أكثر من 1000 لايك. بعد كذا حاولنا نسوي همزة نفس الآلية اللي شرحتها. حاولنا نبادر بصيغة الهمزات المختلفة وإيش الصيغة الأكثر انتشارا ونفترض أن هذه الصيغة هي الصيغة الشرعية. طبعا حكومة الصيغة الشرعية تولد قواعد طويلة مثل قواعد الفيديو نرسلها للمتطوعين أن يراجعونها ويتأكدون أن هذه القواعد فعلا صحيحة فعلا صح حاليا. نتج عن الهمزات التحديدة أكثر من 215,000 صحيح. فالخير من يتغطي الأخرى الثانية. طبعا المشكلة هي أنها على قولتهم garbage out. بمعنى إذا كانت بعض الكلمات خاطئة، إذا كان الاستخدام الخاطئ هو السائد، فالمسيحنا يتمضى أن الاستخدام الخاطئ هذا هو اللي راح صح حاليا. لكن أنا من تجربة لاحظت أن هذا الشيء يمكن أن يستخدم وممكن يستثنى إذا ما رجعنا يوميا مع مساعدة مفتوحة. مثل هذا المثال كلمة الأندية بهذه الطريقة الهمزة كلمة الأندية والهمزة كلمة الأندية والهمزة وصل أكثر إشارة من كلمة الأندية والهمزة خفض. طبعا اللي يصير حاليا أن كل شخص تروج آلي يحاول يصحح هذه الأخطاء
بشكل آلي بشكل مثل الربيع يكون خالي من الانخفاضات. أخيرا نتكلم عن المستقبل. طبعا في دروس كثيرة حاول أتعلمها من هذا المشروع. أول شيء لا تستهلك قوة الأسد، لا تستهلك قوة تقنيات التعبير النمطية وتقنيات تحليل البيانات كثير جدا بسيطة من ناحية نظرية تقنية. أنا مثلا شخص ماني معمول لدرس حاسب، بس نفس الوقت درسك بكون جدا جدا درس أنا في حالة جدا مقبولة في العربية طاحت مئات ألف الأطفال. فأنا كل مجرد من تقديم هذه التجربة أني أقول لأحد السنين قدرة الأسئلة لازم يفكر بالمهام الروتينية اللي كانت وقت مساهمة يبني دولة من الأسئلة واللي هو قربة مساهمة بشكل تحتاج له في العربية بشكل حسن. الشيء الثاني هو السبب شو طرق جديدة للإنسان في السؤال؟ يعني الشباب اللي راجعوا قوانين القتال اللائي كانوا يساهمون الموسوعة بطريقة مختلفة جدا عن الطرق التقليدية اللي احنا تعودنا عليها. احنا متعودين ان مسافر الموسوعة يفتح الموسوعة يضغط زر على الدب ويبدأ التدخل يدوي. بينما كل المساهمين هذول اللي يساعدونا ان ندخل مئات الاف الاطفال اللائية عمرهم ما تحب الموسوعة. كل اللي كانوا يسوونه ان نرسلهم قيمة في قائمة متفقين بالكلمات ونطلب لهم بكل بساطة ان يراجعون القائمة هذه ويتأكدون من الكلمات الملائمة في مصير الملايين. فأنا أطور مدد المهام علشان نواجه التحديات اليوم في العربية لتفكير طرق مختلفة بعيدة عن الزمن في العربية بدل ما نصير أكثر من مسوغة طرق تقليدية مساهمة. وهذا طبعا لعلي يكون من فقط مشروع المكتب والمعالم. مشروع المكتب والمعالم اللي خلى المساهمين يسوون صور فقط بدون ما يضطروا يتعاملون مع التعقيدات المستوى والسياسات. نعتقد أن هذه المشكلة جدا لازم نفكر جوانب أخرى مختلفة. الشيء الثاني نسمي الخبرات اللي هو الهوية التقنية. أنا أعتقد أننا لازم نحاول أننا نملك اختراعات عشرة. الشغل تكون عراقية، شغل الناس الهواة شغل جدا جدا رائع ممكن يحقق نتائج جميلة. لكن دائما إذا حاولنا أن نملك خبرات ويكون عندنا الوقت يساعدونا إنه العرب يعرفون وين الطريق، وش التقنيات اللي المفروض نستخدمها عشان نوصل إلى الوصول، إيش الصيغ اللغوية الملائمة اللي المفروض نستخدمها في الفيديو، أعتقد إن كل هذا صح كله لازم نتعلم. آخر شيء هذه المشروع إن شاء الله بصير القادم، لازم نسوي واجهة جذابة للمراجعة التقنية. حاليا زي ما قلت لكم كل اللي يصير إنه بشكل جدا جدا جاف. ترسل قائمة للمشاركة حتى القائمة تكون على الشاشة كل كلمة وبعد مرات استخدامها، والمطلوب من المساهمين أنهم يتأكدون إيش كلمة الملائمة وإيش كلمة الملائمة. طبعا المساهمة جدا جدا مميزة بعد الفريق. فالفكرة الإجمالية لو ممكن أن نسوي خطوة جدا إذا زر الموافقة على الكلمة تتوقعها أعتقد أن هذا يساعد على المساهمين بالنسبة للمشروع. آخر شيء هنا الأكواد والسخنات في المشروع. وإذا أي أحد مهتم بالمسألة في المشروع أو عنده صيغة لغوية تحقق تجربة أو عنده جوانب ثانية الموسوعة ممكن أتمتها هذا بيدي وراح أكد التواصل. شكرا جزيلا. ما أعرف الشباب كيف تسمعنا؟ أسمعكم. كيفك أسامة بعد كمان؟
الحمد لله. أسامة بس ملاحظة، أنت خمس ست مرات قلت الشباب 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 الشباب، بينما عندك باللستة ست خمس ست بنات اللي هم مصححات وشاب واحد. صح ولا لا؟ هذه بالمناسبة من أمثلة رهيبة على فجوة بين الجنسين كاتفاق البنات. هذه هي المشروع الثاني. نفس الإدوكيشن بروجرام، يعطيك العافية يا أسامة. الله يخليك أسامة. السلام عليكم، كيف حالك يا أسامة؟ وياك فاطمة. هلا والله فاطمة. فاطمة؟ نعم. كنت أبى أسأل، أكيد أنت ما شاء الله اشتغلت على تدقيق الهمزة والتدقيق تصحيح الكلمات اللي فيها همزة والكلمات اللي فيها تاء مربوطة. في شيء ثاني ولا؟ حاليا لا، هي عندنا الهمزة اللي موجودة على الوسط وعندنا التاء المقطوعة. والآن المقصورة، لأن هذه في يكون فيها أخطاء التكوين والآن المقصورة، يعني مرات تحصل بعض الناس يعني ما شاء الله. صدقتي. مشاهدة الآن المقصورة تحقق، بس مشكلتها فيها خفض في اليد، احتمالية الأخطاء فيها أكثر بكثير. زي كلمة مثل مصطفى ومصطفى يبدو لي أن فيه تعقيدات لغوية، لكن تستحق بعد لا شيء. خلاص تمام. تسجل عنك. الله يعطيك العافية. الله يخليك. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا على التقديم. عندي واحد سؤال، لأنك كنت محضور في العرض نتاعك، قلتي باللي عندك الكلمات اللي تاخذ هي الكلمة الأكثر شيوعا، وخاصة تقول أصبحت شوية أصرخ؟ قلت لك قدم روحي. حول التوحيد التدقيق الإملائي، لأنه حاليا كل شخص يقوم
بتدقيق انه يحسب قائمه شخصيه له. لو يمكن تحاولوا تتوحدوا تعملوا قائمه واحده لتدقيق الاملائي، هذا احنا يساعدنا للمتابعه، لانه حاليا فوضى في حتى يعني تدقيق الاملائي لحرف فقط، يعني تلو ثم تدقيق كبير في هذا المجال. لو فيه يعني فكره في هذا الاتجاه. أنا حسب معرفتي إن معظم الموتات تتكلم بها الشباب حالياً تعتمد على قائمة المكتب اللي هي 50 كيلومتر، فهذا فعلاً ما يحدث، لكن في نفس الوقت مختبرة بشكل جداً جداً رهيب. يعني هذا فعلاً لها تقريباً حوالي 8 سنوات، لكن الكيف موجودة فيها إنها ملاحظة. أنا يمكن الشخص الوحيد اللي فيه جلس أشرح شوي وجلس أستخدم كلمات سايدة، لكن صدق من ناحية التنسيق أعتقد إن شيء مهم وواجب. المشكلة في التأثير، كثير من يشتغلون البودات ما لهم البرمجة البودات. يعني في أكواد جاهزة ويجب أن يشتغلون بس. فهذه خلية تعاون شوية محدودة. جاهزة؟ سوري أسامة، بس كنت أقول ما أعتقد في ضرورة إنه يكون بوت رايتر، بس إنه مثل ما أنت كنت تقول إنترفيس ممتاز يكون فريندلي وخلص منه تأخذ الكونتريبيوشن لليوزر. وان كودر مور ذان إناف أي ثينك، والأوتوماتيك الكود هو يضيف للديكشنري اللي عندك، ومنها ان انت ممكن تضيفها ل بيج او سمثينج وتخلي الكراود هم يكون لهم الايفالويشن. ايه انا عرفت فقط استخدام كبير في الكراود ترانسليشن وكذا، فيبان اشتغل هذا المره سوا. ما انا كنت اتمنى ان انت تكون موجود، لكن سمعت انا شو كنت قلت اليوم. احبك بس اوقع لي يعني. خلاص لا، هو ان شاء الله في انيشيتيف جاي، و اوريدي انا ذكرت اسمك حتى الحين انت حطيتك على تويتر، بعت اسمك لشخص معين. ياي يلا شكرا. عشان نكمل المداخلات، شكرا جزيلا اسامه. ايه ده معاك؟ اهلا. على حضرتك ماكش معانا، قررت مش ناخد سيلفي مع المجموعه الكل هنايا ونبعث لك على تويتر. صوت للاسف. يلا شو ده بيعرفوا يا؟ حاضرين؟ خلينا نقول